خرج نشوف داكشي اللي غادي يهبط عليا. الاصل داكشي انا اصلا تنقول المهم المهم خصك تنعس خصك تشهد هادي بعدا ما يعيضاش الطبيب. حنا فيد الله وصافي سمعتينا راه حنا فيد الحق سبحانه. انا عيت نسعى عيت نتمزق الله انا تنجمع دابا دابا باش نعطيه كباتو العشاء على الله والغداء على الله. اه شي هاد واش عمرك شتي لحد كيتبوبه؟ انا حنا كنطلبوا غير بالسكن حنا ما كنطلبوا بوالو حنا حتى حنا بغينا غير في سكينه فين نتجمعوا حنا ووليداتنا. يقطع عليا تيقطر عليا الماء انت تكون شتا تيقطر عليا الماء. راه الناس راه كتعاني وراه مكرفصه راه لا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بيوتك يطيحوا عليكم راه طاحوا راه جوج بيوت طاحوا ليا ثلاثه طاحوا ديال البيوت وهنايا باقي هادشي. انا راه واقف معاك تنهضر يفيد الله لا اله الا الله شنو داير يعني دابا داير لي زهر راهي اكوتي بانني ما خصنيش نشوف داكشي اللي غادي يهبط عليا. الاصل داكشي انا اصلا تنقول المهم خصك تنعس خصك تشهد هادي بعدا ما يعيضاش الطبيب. ما غادي تحط راسك مع الشهاده يعني غدا تقدر تصبح تقدر الله يعاونك من الاخر ديالي. اش غادي نقول لك اخاي راه الشهاده راه ما اش نقول لك اخاي ما عرفتش والله ما عرفت بالله واخا نبغي نشرح لك راه كلشي باين وواضح. المشروع ديال اعاده تشكيل المدينه ما انت ما حتى حاجه ما والو راه ما كاين والو باش نكون واضح عند بعضياتنا. راه الناس اللي قدوا عليهم راه حيدوهم وهذا ما عرفت واش معطاكينه ولا ما عرفت واش مخبيينه ولا دايرين علاش. انا نقول لك علاش انت كتشوف هاد المدينه كامله عاودوا ليها البيبان ديالها وعاودوا ليها الترميم ديالها جاو حتى لهاد بورما هذا وما عاودوش ليها البيبان علاش شنو السبب؟ الا زعما غير بورماده اللي ما تعاودتش غير البيبان بوحدهم من عاد البيبان. اذا شنو علاش بالضبط خاص فيها البيع والشراء خاص فيها البيع والشراء هي شنو بغيتي نفهم انايا علاش هي الوحيده في السله اللي باقا ما بغاوش يتصاوبوا ليها بيبانه علاش راه خص كل شيء مادام سيدنا قال لكم انطلقوا بداو صافي راه نطلق المشروع خصي سالي سالينا راه عطاكم واحد الوقت وعطاكم واحد شنو نقول لك صافي راه عطاكم الاخر ديالو يعني تيدابز معاكم على اخر حاجه يعني خصكم رسالتكم ورسالتنا خير خصهم يديروا معنا الحل ديال هذا الشيء هذا. راه الناس كتعاني بزاف 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 والله يرحم ليكم الوالدين الا ما شافوا مع هاد الناس هادو ديروا معاهم شي حل ديروا معاهم شي حاجه الله يرحم بها الوالدين مشكل حنا كنطلبوا غير الاستفاده ما كنطلبوا حتى حاجه السكان كلهم كيطلبوا الاستفاده استفدوا الناس قبل منا استفدوا عباد الله حتى حنا كنطلبوا الاستفاده الله يخلي لنا سيدنا سمعتيني الطاح هذاك البيت اللي ليه راه حنا كنا حالتنا ثلاثه قلت لكم انا حتى البيوت ديالكم مهددين هو راهم باين مهددين ماشي هذا راهم حنا فيد الله وصافي سمعتيني راه حنا فيد الحق سبحانه حنا عايشين فيد الله وكنا كنا الجيران كاملين تنطلبوا بالسكنة يعطونا غير سكنة خلصوا الكرهنة خلصوا بالسكنة ديالنا إلا خابونا نبيعوهم يديروا معاهم التزام وتسكنوا فيهم العب والعار بعناهم حنا بغينا غير نستروا سيدنا عاطينا والله عايشة الملك عايشة الملك عايشة الملك قال لك خرجوا قال لك غتخرجوا لكن ما كاينش الاستفادة غنصلحوا لكم وغتبقاو ايه استفدوا الناس قبل منا ولكن حنا ما عطاوناش وحنا جالسين مهددين هنايا حنا وليداتنا ايه ولا طحنا لنا الله حنا لا طاح لنا راه لنا قال لك اللي عنده شي عائله يمشي لها حنا ما في استطاعتناش حنا راه كنبيعوا ونشريوا في الزنقه حنا حاله ضعيفه بزاف كاع تراب حنا يشوف فينا الله تراب راه طاح راه السيد طاح داو الكومه راه لا اله الا الله صافي عليا ولدي انا عييت انا مره كبيره بحبيب نعاني وسيدي من التراب تيطيح عليا تيجي الشتا القطره علينا تنديرو البانيو باش نهزو هادشي حنا هادشي راه بزاف علينا هادشي راه علينا ما نصبر كلشي استافد كلشي استافد بقينا حنا ولدي العام اللي جا تيلقيناك حنا عمرنا كله ودوزناه في هاد الفندق هذا وتنأديو الواجب تنخلصو الكره
ولا ما صلحناش راسنا تنصلحوا راسنا الفوق، تنجيبوا السيمه وديك الشيء وتنصلحوا راسنا. سمعنا صور البارح طاح البارح في الفندق. اه الصور اللي طارح طاح البارح في الفندق. انا البارح ما جانيش النعاس اولدي، ما جانيش النعاس، بيته فايقه. علاش؟ على تخلعت لجيش تاع عاوتاني بالليل ويتمشي يطيح عليا حتى انايا البيت. هذا الشباب بزاف اولدي علينا. ما جاو صلحوا لكم العماله ديال السلامة؟ جا عندنا العامل، جا عندنا العامل قال لك سيبوا عند حبابكم سيبوا عند خوتكم جلسوا تنشوف لكم شي حل. هذا الشيء اللي كاين. انا ما نطلبوا غير بالسكن، بحال دابا انا عندي خمسه د الوليدات فين غنمشي؟ ما عنديش فين غنمشي. انا كاين شي غتدخلني العائله بخمسه د الوليدات؟ ما يمكنش تدخلني بخمسه د الوليدات، انا فيا الراجل فيا المراه. انا كنطلب غير بالسكينه، انا يعطوني السكينه من دابا نخرج، العيب علينا مع الشراوطي وهبط مع الدروج. حنا قال لنا ما كاينه استفاده، قال لنا عندكم الترميم. الكبير فيهم قال ما غتستافدوش. ما تستافدوش عندكم الترميم. ما عنديش فين غنمشي، انا عندي خمسه د الوليدات. لا انا هنا هاد المراه كتبيع الخبز، هاد المراه كتسعى، انا كنسعق، بعد مرة كنخدم في الديور، هاد المراه كتسعق، هاد الولد خياط مره يخدم مره ما يخدمش. الغالب الله هذا كيخرج من الموقف ويجيب بيكالتي ويجي. الغالب الله انا عندي خمسه النفوس معيشاهم، انا الكبير. انا حنا كنطلبوا غير بالسكن، حنا ما كنطلبوا بوالو، حنا حنا بغينا غير في سكينه فين نتجمعوا حنا ووليداتنا، ما نبقاوش كرسين بحال هكا. صافي هادشي اللي كنطلبوا، سيدنا خرج لينا. حتى حنا كنطلبوا من الدوله يوفروا لنا حتى حنا السكينه ديالنا. حنا راه اللي جابوا النار كيدي اللي راه ما كاينش هنا اللي يقول لك، ولكن اللهم لك الحمد، حمدنا الله وشكرناه. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.